النهاردة عندنا شقة للبيع داخل مجمع الزراير كنت. الشقة 3 غرف دوبليكس معاها 3 حمامات ومعاها حديقة خاصة، هي الحديقة اللي تحت ديت احنا هننزل نصورها من تحت. مجمع قريب جدا جدا من جميع الخدمات. دي عندي هنا دي البلكونة، البلكونة مساحتها كويسة. دي بلكونة الغرفة نوم الماستر. خلينا نبدأ من الأول من هنا من عند باب الشقة. عندي هنا ده المدخل، عندي في الطابق ده غرفتين 2 حمام منهم حمام ماستر. عندي هنا ده الحمام بيجي كامل مع الشاور، الشاور هنا. وبعد كده عندي الغرفة دي، دي الغرفة الماستر مكان البلكونة اللي كنا فيها دلوقتي. طبعا هي معروضة من غير فرش، يعني الفرش اللي فيها ده كله هيتشال. عندي دي الغرفة التانية، غرفة مساحتها كبيرة، حتى الدولاب اللي محطوط فيها كبير. يعني خلينا ننزل تحت. عندي تحت صالة ومطبخ وغرفة. أول حاجة نبدأ هنا، ده حمام بيجي من غير شاور، حمام صغير مكان لغسالة الملابس. بعد كده بيجي عندي هنا دي غرفة مساحتها برضو كويسة، نفس مساحة الغرفة اللي فوق. بعد كده بنيجي هنا الصالة مع المطبخ نظام امريكي. عندي هنا دي المطبخ، المطبخ هيكون معاك كالاتي: تلاجة، غسالة صحون، فرن، بوتاجاز، شفاط. ده اللي هيبقى مع الشقة. عندي هنا دي الصالة، ومن خلالها بقدر اخرج بره على الحديقة. عندي الحديقة اهي زي ما انتم شايفين مساحتها كويسة. خلينا نطلع للحديقة افضل. حديقة مساحتها كويسة. حدودها من هناك، هي صغيرة لكن كويسة، يعني محطوط فيها الجلسة ديت. بيتحط هنا كمان ترابيزة، يعني مساحتها مقبولة كويسة. والحلو كمان البلوك اللي قدامنا مش قريب مننا، بعيد، في مسافة ما بين. طبعا عندي هناك الخدمات، المسابح، كل حاجة هناك عندي.